يعتبر التهاب الحلق من الأمراض الموسمية الشتوية التي قد تصاب بها فجأة بسبب عدوى فطرية أو جرثومية وغالباً فيروسية، أو بسبب إصابتك بالارتجاع المعدي المريئي أو أمراض الحساسية، فيتغير صوتك وتعاني من صعوبة في البلع، وقد يسوء الوضع ليتطور إلى زكام وكحة وحرارة وصداع إن لم يعالج بالسرعة اللازمة وبالطريقة المثلى، وقد يتسبب بإصابة التهاب اللوزتين الذي يرتبط به ارتباطاً وثيقاً وصعوبة في التنفس وحتى انتفاخ في الغدد اللمفاوية. وعند الأطفال يصاحبه أوجاع في البطن ويصل إلى مرحلة الغثيان والتقيؤ. فإليكم بعض التدابير السهلة للتخفيف من ألم الحلق بشكل سريع ولتجنب مضاعفاته. الغرغرة بالماء والملح عدة مرات في اليوم يساعد في التخفيف الالتهاب وتطهير الحلق من الميكروبات. تناول الأقراص المنعشة الحاوية على مادة العكبر تعمل على تطهير الحلق من الميكروبات وتساعد في إفراز اللعاب مما يبقي الحلق رطباً. شرب السوائل الدافئة وشوربة الخضروات الساخنة التي تجعل الأغشية المخاطية رطبة وتحلل الإفرازات المتراكمة في الحلق وتخفف الألم وتقوي جهاز المناعة لديك لاحتوائها على أهم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك. يعتبر عصير ليمون المضاف إليه العسل من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فكوب منه مرتين باليوم يساعدك في محاربة المرض والتصدي له. حاول أن تتجنب الصراخ والكلام الكثير كي لا تتعب منطقة الحلق والحبال الصوتية. ابتعد عن التدخين والمدخنين، فدخان السجائر يهيج الحلق ويضاعف الألم ومدة الشفاء من المرض. خذ قسطاً كافياً من الراحة، فجسمك في معركة الآن مع الميكروب المتواجد في منطقة الحلق ويحتاج إلى هذه الراحة خلال المرض. تجنب تناول أدوية المضادات الحيوية من تلقاء نفسك، لأن الدراسات أثبتت أن 80% من التهابات الحلق هي عدوى فيروسية وليست جرثومية. إذا استمر المرض عدة أيام توجه إلى الطبيب للحصول على الاستشارة الضرورية ووصف الدواء المناسب لحالتك المرضية.